كنا هنا نلتقط الفيديوهات والصور، نوثق بعدستنا المشهد أو نوثق بخبرتنا يعني الحزام الناري التي نفذته أمس طائرات الاحتلال، وبدأت بضربه مرة أخرى الآن من هذه المنطقة. يعني قبل 5 دقائق فقط كنا الحمد لله طاقمنا جميعا سلم الصحفيين 3 الذين كانوا معي ومحمود أبو سلامة، محمد أبو عرب وعبد الرحمن أبو سلامة، الحمد لله نجونا بأعجوبة من هذا، إصابة خفيفة لدى محمود المصور محمود أبو سلامة. ترون المشهد والغبار والدخان، في إصابات، حدا جوا إن شاء الله؟ لا يا رب. نفسه احنا كنا نصور، ربنا اللي سطر. الحمد لله. الان حزام ناري، حزام هات لنا الطواقي. حزام ناري في منطقة ما بجانب مستشفى الاندونيسي. كنا في جولة تصويرية للحزام الناري بالامس، وابدت الحزام الناري بدأ ونحن متواجدون الى هناك. هذا المكان الذي تم استهدافه بالأمس أيضا بحزام ناري، ليلا تم استهدافه الآن في حزام آخر.